أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائم يقول: هل نكفر من سجد لصنم أو ذبح لقبر أو ننتظر حتى نقيم عليه الحجة؟ هو يكفر بهذا، لكن أن تحكم على فعله أنه كفر وتكفره في الظاهر، ثم بعد ذلك تناصحه، فإن تاب وإلا فإنه يعتبر كافرا ظاهرا وباطنا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.